تابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك. إذن ما مضى هذا كان توسل إلى الله بأسمائه بربوبيته: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم وأبو داود. هذه إحدى الأدعية والأذكار التي تقال عند النوم، وهو دعاء عظيم يحسن بالمسلم أن يحافظ عليه كل ليلة عندما يأوي إلى فراشه، وهو مشتمل على توسلات عظيمة إلى الله تعالى بربوبيته لكل شيء، للسماوات السبع وللأراضين السبع والعرش العظيم، وبأنه أنزل التوراة والإنجيل والفرقان والوحي المبين. فتوسل إلى ربه بأن يحفظه ويكلأه من جميع الشرور. وهذا الحديث مشتمل على التوسل إلى الله تعالى ببعض أسمائه العظيمة وأفعاله، أنه يقضي الدين ويغني من الفقر. ومن اللطائف في هذه التوسلات في هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، أي خالقها ومالكها ومدبرها ومبدعها وموجدها من العدم، وخص هذه المخلوقات بالذكر لعظمها وكبرها واتساعها ولكثرة ما فيها من آياته الدالة على قدرته وعظمته وبديع صنعه، وإلا فجميع المخلوقات دالة على قدرته. بعد ما قال: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، قال: ربنا ورب كل شيء، فهو تعميم بعد تخصيص، ثم عقبه بمظهر من مظاهر الربوبية والخلق، فقال: فارق الحب والنوى، فارق الحب والنوى، يعني الذي يشق حبة الطعام ونوى التمر وغيرها، لتخرج الأشجار والزروع، فالله يفلق الحبة لتنبت. فالنبات إما أشجار أصله النوى، أو زروع أصلها الحب، فما ينبت من الأرض، ما يخرج من الأرض، إما أن يكون شجرا أصله نوى أو زرع أصله حب، والله هو الذي يفلق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، ويكون الحب أو النوى يابسا، وبقدرة الله يحيا وينبت، فإذا سقي خرج منه الزرع، بل يخرج من الحبة الصغيرة أو النواة الصغيرة الشجرة العظيمة، الشجرة العظيمة. وفي ذلك آية باهرة من آياته سبحانه الدالة على قدرته. وقد قال الله تعالى في كتابه: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون.
فالذي فلق الحب والنواة عن سنبلة ونخلة رأى في كل منهما من أسرار وعجائب ما أودعه الله في خلقه، يرى العجب العجاب. عقب هذا يعني ذكر الربوبية والمشاهد الدالة على قدرة الله، عقب بقوله ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، إشارة إلى أنه سبحانه وتعالى لم يخلق فقط هذه الأشياء وهو ربها إلا لأجل أن ينزل الكتاب. فإنه بدأ بربوبيته وفلق الحب والنوى وأتبعه بذكر تنزيل التوراة والإنجيل والفرقان، فكأنه خلقها لينزل هذا حتى يحكم به في الأرض، فهو ربها وخالقها ومخرج ثمرها وزرعها لهذا الإنسان الذي ينزل من أجله الوحي حتى يعمل به في هذه الأرض المهيئة له. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى خلق السماوات وأنزل الوحي من هذه السماوات وعبرها إلى الأرض ليعمل بهذا الوحي في الأرض. وكذلك فيها إشارة إلى أنه لا يوحده بهذه الأفعال من خلق السماوات والأرض الربوبية إلا صاحب علم بالوحي، لا يوحد حق توحيده بها إلا صاحب علم بالوحي، ولا يستدل على ربوبيته وبديع صنعه وقدرته، لا يكتمل هذا إلا بالوحي، بالتأمل أو الرجوع أو معرفة الوحي. فهناك إذن ارتباط بين رب السماوات والأرض وفالق الحب والنوى وتنزيل الوحي. فكأنه قال يا مالك يا مدبر يا خالق يا هادي. والتوسل إلى الله بربوبيته وبخلقه السماوات والأرض وإنزال الكتب العظيمة المشتملة على هداية الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة، هذا توسل عظيم صدره أو بدأ به قبل الاستعاذة، فذكر رب السماوات والأرض والعرش العظيم قال رب، وفي الحب والنوى قال فالق، وفي الكتب قال منزل، رب وفالق ومنزل في الحديث هذا. وهذا فيه دلالة على أن كلام الله غير مخلوق، يعني ما قال رب هذا رب القرآن، قال منزل التوراة والإنجيل والفرقان. وهذا فيه رد على من قال إن كلام الله مخلوق أو إن وحي الله مخلوق. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة ومن أي شيء يستعيذ، فقال بعد كل هذه التوسلات وبعد كل هذه المقدمة وبعد التوطئة هذه السابقة، قال أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. طيب ما معنى آخذ بناصيته؟ الأخذ بالناصية معناها القدرة التامة على التحكم بالشيء، الأخذ بالناصية معناها السيطرة والهيمنة، والناصية مقدمة الرأس.
فقدرة الله فوق كل قدرة، وبطش الله فوق كل بطش، وجميع المخلوقات داخلة تحت قهره وسلطانه، فهو آخذ بناصيتها، قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء. وقد قال نبي الله هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فإذا يستعيذ بالله من شر كل المخلوقات، لأنه ما من شيء إلا الله آخذ بناصيته، ما من شيء إلا الله آخذ بناصيته. فجميع المخلوقات داخلة تحت قهره وسلطانه، وهو آخذ بنواصيها، قادر عليها، يتصرف فيها كيف يشاء. والسر في التعبير بقوله من كل شيء أنت آخذ بناصيته، أن من أخذ بناصية أحد فقد قهره وقدر عليه غاية القدرة، ثم أتبعه بثناءات على الله. يعني بعد هذه الاستعاذة ما انتهت الثناءات على الله، قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذه أربعة أسماء عظيمة من أسماء الله تعالى: الأول والآخر والظاهر والباطن. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم كل اسم بمعناه العظيم، ونفى عنه ما يضاده. الأول فليس قبلك شيء، الآخر فليس بعدك شيء، الظاهر فليس فوقك شيء. فإذا كل اسم يفسره ينفي ما يضاده. وهذه الأسماء تدل على تفرد الله عز وجل بالكمال المطلق في الإحاطة الزمانية الأول والآخر، والإحاطة المكانية الظاهر والباطن. الإحاطة الزمانية الأول والآخر، والإحاطة المكانية الظاهر والباطن. فأولية الله تعالى قبل كل شيء، وأبديته وبقاؤه بعد كل شيء، وعلوه على كل شيء، وأنه سبحانه لا شيء فوقه، وهو الباطن لا شيء دونه، فلا يخفى عليه شيء، مطلع على السرائر والضمائر. إذن الأول هذا الاسم يوجب للعبد أن يلحظ فضل الله عليه في كل نعمة دينية ودنيوية، لأن الله هو المتفضل بها. الآخر يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الغاية والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات وتقصده بتألهها وتعبدها ورغبتها ورهبتها. طيب الظاهر يدل على عظمة صفاته وعلوه فوق جميع مخلوقاته، والباطن يدل على اطلاعه على بواطن الأمور والضمائر والسرائر، لا تخفى عليه خافية. فهو عز وجل عال على خلقه مع كمال قربه ودنوه من عبده، فهو القريب في علوه، العلي في دنوه سبحانه، وهو أقرب إلينا من كل شيء بعلمه عز وجل، وهو معنا في كل حين ومكان، وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وتعالى. هذه التوسلات في آخر هذا الدعاء فيها طلب أمرين: اقضي عنا الدين، وأغننا من الفقر. الدين مرهق، الدين ذل، الدين وطأة ثقل، الدين هم وغم.
والإنسان المسلم يريد أن يتخلص من الحقوق ويعيدها إلى أصحابها حتى تبرأ ذمته، ولا تكون هذه الحقوق سبباً لحبس له في قبره أو عذاب له يوم الدين أو نقص من حسناته، لأن هناك تقاضي يوم القيامة والناس لها حقوق، لها ديون يأخذها من حسناته ويحبس بها في قبره إذا كان مفرطاً. المسلم يريد أن يتخلص من الدين بأي طريقة، فيلجأ إلى الله: اقضي عنا الدين. ولاحظ أن الدين هذا قد يكون لله، قد يكون للعباد، قد يكون أشياء معنوية، قد يكون أشياء مادية. اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. الفقر الذي يحوج الإنسان إلى غيره، وأسوأه وأشد شيء فيه فقر القلب، لأن فقر القلب إذا حصل مهما كان عند الإنسان من مال ما وفاه في عذاب، لأنه لا يقنع، لا يقنع، لا يقنع. يعني الذي عنده قناعة وراتب يكفيه ولا يزيد، يكفيه ولا يزيد، أحسن حالا بكثير في السعادة الدنيوية من صاحب أموال طائلة عنده فوائض عظيمة لكنه فقير القلب، لأنه هلع جشع لا يقنع أبدا، فهو في عذاب نفسي. مهما كان عنده يشعر أنه ما عنده. فلذلك الأول الذي عنده راتب يكفيه وقناعة أحسن عيشا وأسعد من رجل عنده فوائض الأموال وما في قناعة. وأغننا من الفقر. والغنى ثلاثة أقسام: الأول غنى النفس، وهو المطلوب المرغوب المحبوب. القسم الثاني الغنى بالله تعالى، الغنى بالله عن خلقه. القسم الثالث الغنى بالمال. وقد سئل بعض العلماء: أيهما أتم، الغنى بالله أم الافتقار إلى الله؟ فقال: الافتقار إلى الله يوجب الغنى بالله، يؤدي إليه. فإذا صح الافتقار إلى الله كملت العناية، فلا يقال أيهما أتم، لأنهما حالتان لا تتم إحداهما إلا بتمام الأخرى. ومن صح افتقاره إلى الله صح اغتناؤه به. يعني أنت إذا افتقرت إلى الله اغتنيت به، وما يمكن تغتني به حتى تفتقر إليه. المسالك في شرح موطأ مالك لابن العربي: والدين والفقر كلاهما هم عظيم يترتب عليهما مفاسد كثيرة. الدين والفقر ممكن ينتج منها معاصي كبيرة، يعني الكذب وخلاف المواعيد، والعياذ بالله الفقر ممكن يوصل إلى بيع الأعراض، الوقوع في الفواحش. وتلك المرأة لما احتاجت إلى المال وراودها عن نفسها خرص، يعني في البداية سلمت لأجل المال، ولكن قالت: اتق الله قبل أن يفعل فعلته. لما قعد ليفعل فعلته قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. لكن الشاهد أن المال، الفقر إذا نزل ممكن يؤدي إلى الوقوع في المحرمات. خلص يعني إذا افتقر يبغى المال بأي طريقة، من حرام، من رشوة، من سرقة، من بيع العرض، سيبها مال، تاجر بالمخدرات، أي شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الفقر،
ولجأ إلى من بيده مقاليد السماوات والأرض، من هو آخذ بناصية كل شيء. والفقر يشتت الذهن، الفقر ممكن يجعل الإنسان مع شدة الجوع يعاني من التخيلات ويضعف حتى عن لا طلب علم ولا تركيز في قراءة ولا تلاوة إذا صار في شدة فقر وجوع، فربما يعني يحصل له أنواع من يعني يدخل عليه من أنواع النقص والمعاناة الشيء الكثير. لكن ما مناسبة الحديث للعنوان، عنوان موضوعنا الأصلي أعوذ بك من شر كل دابة